وأنت جعلك مجرما لم يعد بينك وبينه فرق، هذه قال بها العلماء الأقدمون. العولمة الحقيقة أكبر نقطة ضعف فيها أنها تنطلق من قهر الإنسان، أحيانا قهره مباشرة من خلال ما صنع عن طريق الرقيق، عن طريق العبودية، عن طريق القوانين المجحفة بحق الضعفاء الفقراء. الآن مسألة حتى الآن في أمريكا مسألة الخلاف الأكبر داخل المجلس حتى بده يعطلوا كل الميزانية، هو أنه يريد أن يعطي حق التأمين الصحي لناس لا يملكونه، يعني يمكن أن يموتوا إذا ما وصلهم التأمين الصحي. فقهر الإنسان في كل شكل من الأشكال. تصوروا نحن نتحدث عن ثقافتنا العربية والإسلامية وننسى آية بسيطة لا إكراه في الدين، فتأتي مجموعات متكاملة، يعني مجموعات إسلامية تتحدث يا أخي يجب أن نرغمهم على الإسلام مقهورين، يجب كذا وكذا، مو عم يتحدثوا كمان عن عدو، يتحدثوا عن إخوانهم المسلمين الآخرين. فإذا نحن هذه العلة الكبرى في الحضارة الغربية وهي قهر الإنسان أخذناها وجعلناها جزءا من ثقافتنا الإسلامية التي تقول بعكس ذلك أنه لا يجوز قهر الإنسان، وتبنيناها، مع الواقع انتصروا علينا على جميع الأحوال وأذابوا شخصيتنا وأذابوا خصوصيتنا الثقافية وأصابوا صناعتنا، أصابوا الإنسان. أما إذا نحن استطعنا أن نصنع بأي مكان كنا فيه، وأنا الواقع كثيرا ما أتجنب في اللقاءات من هذا القبيل طرح المشاريع الكبرى، يا أخي نحن لا نحتاج إلى معهد ثقافي ضخم يمتلك الملايين من أجل أن نصنع الإنسان، نحتاج إلى بيت فيه أسرة من أم وأب يصنعون أولادهم كإنسان حقيقي إسلامي مثقف وإنساني يستطيع أن يبادر إلى العمل، بدل أن يكون والله دائما يسأل يا أخي ماذا أفعل. هي من أبسط الأشياء في تكوين الإنسان في البيت، نستطيع أن نصنع الإنسان من خلال جمعية صغيرة. هذا عمل تراكمي، عندما يظهر عدد من الأفراد الذين فعلا يمثلون صبغة الإنسان، خلينا نستغرق أكثر، من خلال ثقافتنا الإسلامية حقا، الإنسان الذي يقول فيه رب العالمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، حكي مثل ما نحيي لنا ساعتين، وعمل صالحا. أما إذا ما عمل صالحا ما عاد أحسن قولا، ثم إيش؟ ثم كان من المسلمين وقال إنني من المسلمين. يا أخي ما لا يمكن أن يكون بدون هذه الصفات الثلاثة معا، القول الصحيح والعمل الصالح والعمل الجماعي. فإذا نحن استطعنا أن نكون الإنسان بهذه الصورة، على سبيل المثال طبعا في أمثلة أخرى عديدة، نحن على سبيل المثال في قضية حقوق الإنسان اللي تحدثنا فيها قبل قليل بقضية العنف، أنها كانت من صنيع حرب أهلية هنا وحرب استقلال هناك، ودم الواقع كان يجري، فأصبح الحقوق تنتزع انتزاعا، ونسمع في القرآن الكريم وهو يتحدث عن المؤمنين والكافرين ثم يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، لا يجوز أن تحضروه، لا يجوز أن تحضروه على الكافر. نحن الواقع أحيانا نتغنى كيف نريد، أو بعضنا طبعا مو كلنا، كيف نريد أن نذبح الكافرين لمجرد أنهم كافرون.